رمضان، لكن ما عندنا ما نعملوه. كان عندنا اتفاق قبل وما كنتش انا كدير بحساب، ما كنتش داير بحساب 20 افريل انا غادي تكون في رمضان، ولكن الحمد لله كتب اننا نشوفوا الجمهور ديالنا قبل 10 اواخر. نتمنى للجميع رمضان مبارك بالصحه والعافيه وكل ما كنتمناو ان شاء الله بحول الله. شوف انا ما خديتش عليه نبذه كبيره، لان مجرد ما قال المدير الاعمالي مصطفى الكراكي ما تنساش الحفل اللي كاين وهذه وهذه، ما قدرتش نتمع عندي بزاف، واهم حاجه انني نكون في موعد لان معروفه عليا هذاك عقود وانا كلمه اكثر من عام. فهذا هو اللي كان عندي عليه، فكنظن هناك ناس اللي غيتكلموا مزيان على الموضوع. شكرا. السلام عليكم، معكم الفنان عدنان السياني، منشد الموسيقى الاندلسيه وفن طرب الملحون. انا سعيد بالمشاركه في هذا الحفل التكريمي اللي ليله العرفان اللي كتنظم منظمه الشبيبه الاستقلاليه، اللي غادي يكرموا واحد المجموعه ديال الفعاليات الثقافيه في شتى الفنون، الموسيقى، الادب، الشعر، الرياضه. وكذلك مشاركتي الى 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 جانب نخبه من الفنانين المغاربه في شتى الفنون الموسيقيه. وهذا عرب محبه وعرفان للمكرمين. اتمنى ان تكون حفله ممتعه وشيقه. كذلك اتمنى لهم مزيد من العطاء والتوفيق لكل المكرمين. بالفعل هذه الدوره الاولى ليله العرفان اللي غتكرم فيها واحد المجموعه ديال الثقافيه، فعاليه ثقافيه في شتى الفنون الموسيقيه.